بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهاردة اسمها Sum of Consecutive Odd Numbers. المسألة بكل بساطة بيقول لك انه عاوز مجموع الأعداد الفردية اللي بين ايه؟ اللي بين الرقمين حدهم لك. بكل بساطة عندك هنا Ctrl A Ctrl V، عندك هنا قال لك هديك 3 لاين، كل لاين فيه قيمتين. حلو، كل لاين فيه ايه؟ كل لاين فيه قيمتين. عاوزك تجيب لي الايه؟ تجيب لي الاعداد الزوجيه والاعداد، عاوز اجيب لي قصدي الاعداد الفرديه وتجمعهم، يعني هنا 5 6. ايه اللي ما بينهم اعداد فرديه؟ مفيش، اذا زيرو. هنا الاعداد الفرديه اللي ما بينهم 5 7 9. مجموعهم كام؟ 21. هنا الاعداد الايه؟ الفرديه اللي ما بينهم 5 وايه؟ و7 اللي هم كام؟ 12. صح؟ 12 اهي، تمام. اذا بيديك رقمين، بتجيب الاعداد الفرديه اللي بينهم، بتجيب الاعداد الفرديه اللي بينهم وتجمعهم وتطبعهم. حلو، ما فيهاش مشكله. كنترول سي، هعمل هنا ايه؟ فايل نيو سورس فايل، كنترول في واعمل سي، اخش هنا كنترول سي كنترول في. حلو حلو. بعد كده هقول له انت كاونتر سي ان كاونتر، تمام. بعد ما عملت الكاونتر بتاعتي، اذا هعمل هويل كاونتر ماينس ماينس كده، انا هلف لفات بعدد الكاونتر. الكاونتر هنا لو بتلاته هلف عند 3 2 1، حاجه عند زيرو وقف، لان زيرو معناها فولس مش هكمل. حلو، بعد كده في كل لفه باخد متغيرين. حلو، هقول له انت نم 1 ونم 2 سي ان نم 1 ونم 2. حلو، خدتهم. هعمل عندي انت من وماكس، تمام. هقول له اف، عاوز اجيب المينيمم والماكسيمم ما بين الاثنين دول اللي هو نم 1 ونم 2. هقول له والله للنم 1 اكبر من او تساوي نم 2، خلي لي الماكس equal num1 والmin equal num2. اتشكيت، قلت له لو ديت اكبر من ديت او بتساويها، اذا ده الماكس خليه num1 والmin خليه num2، else العكس. ليه العكس؟ لان لو مش ده اكبر من ده، اذا ده اللي هيكون اكبر، فهعكس الماكس اخليها num2 والmin خليها num1. حلو حلو. بعد كده، بعد كده معانا المينيمم والماكسيمم، تمام. هقول له فور لوب، هبدا انت اي ايكوال مينيمم والاي اقل من او تساوي الماكسيمم والاي بلس بلس، هبدا من مينيمم وانهي ايه؟ عند الماكسيمم، تمام. هقول له اف if الاي مودولس الاثنين نوت ايكوال زيرو، انا هجيب الاي اللي بتبدا من اول المينيمم وتنتهي عند الماكسيمم. احنا هنا وليكن خدنا ثلاثه، تمام، سيبك من ديت، هاخد العنصرين وليكن خمسه واثنين. حلو، دول الايه؟ الرقمين اللي خدتهم، استقبلتهم، مفيش مشكله. اذا الماكسيمم والمينيمم، المينيمم الاول هتبقى اثنين والماكسيمم تبقى خمسه. هبدا هنا من 2 لغايه 5. حلو حلو، ركز بقى معايا عشان ما تلخبطش. هبدا من 2 لغايه 5. هل الاثنين هتبقى معايا والخمسه هتكون معايا؟ لا طبعا. اذا هبدا من المينيمم اللي هي ايه؟ خلي دي برضو عشان تبان، خلي ديت الرقمين اللي خدتهم، خلي دي ايه؟ 7. اذا المينيمم 2 والماكسيمم 7.
اذا هبدا من اول ايه؟ المفروض احنا كنا قايلين نبدا من اول اثنين وانت عند السبعه. تمام؟ اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته والسبعه اخر حاجه. صح؟ صح. اذا بدات من المينيمم وانتهيت عند الماكسيمم. بس احنا المفروض بنجيب المجموع للي في النص. مالناش دعوه باللي على الطرف. اذا هبدا من مينيمم بلس 1، اذا هبدا من عند ده وانتهي فين؟ عند الماكسيمم ماينس 1. اذا بدات من 3 وايه؟ وانتهيت عند الست. حلو؟ هل فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله عشان دول المفروض مش بيبدا من عندهم. حلو. هقول له بقى لو الاي مدرس الاثنين نوت ايكوال زيرو، معنى كده انت طبعا عارف ان اي عدد زوجي في العالم بيبقى الاسم على الاثنين، فالاثنين على الصحيح. طيب هل الخمسه بتبقى الاسم على الاثنين؟ لا طبعا، فالاثنين ونص يعني فيها كسر 10. فلو باقي اسمه الاي بتاعتي اللي هتلف على ايه؟ على العناصر بتاعتي مدرس الاثنين ما بتساويش الزيرو، يعني في كسر او في فراكشن، كده معناه ايه؟ معناه ان ده فردي. فاعمل هنا انت سم ايكوال زيرو، هقول له لو هو فردي سم بلس ايكوال زود على السم ايه؟ الاي بتاعتي، لان الاي هتكون فردي، وفي الاخر هطبع سي اوت السم واعمل اند لاين. اهو في مشكله؟ مفيش مشكله. لو خدنا دول اهم كنترول سي ورحت هناك، لو قلنا 3 هما كام؟ انا اسف، اهو نعمل ران تاني اهو، برضو خليها 2 هدخله رقمين اللي هما 5 و9، او خليها بس معلش نعمل ايه نفس التست كيسز لان ايه يطلع لنا ايه نتيجة على طول. هعمل ران اهو، هقول له هدخل لك 3 اللي هما 5 و6 و10 و4 و9. شايف؟ قال لك هنا 0 21 12. اذا الموضوع ما فيهوش اي مشكله. دي يا جماعه كل الفكره بتاعت المساله، معاك الرقمين جبت الماكس والمين عشان تعرف هتبدا منين وتنتهي منين. في الفور قلنا هنبدا، مش هيبدا من هنا، من دول، دول مش معانا، احنا بنبدا من اللي في النص. فعشان هنا زودت واحد وهنا زودت ايه؟ نقصت واحد عشان ايه؟ ابدا من اول الثلاثه لغايه السته، ماليش دعوه باللي على الطرف. كنترول ايه كنترول سي ونشوف هنقدر تجيب اكسبتد ولا في مشكله. اهو كنترول في واعمل سبميت اكسبتد، مفيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك ده تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.